السلام عليكم، انا سميتي فاطمه. زوج مني تزوجنا ما كنتش عارفه انا هو تيدير ديك الهوايه ديال القمر، ما كيصرفش، كنلقاو مشاكل حتى الخلاص ديال الكره ما تيخلصوش، كنتحاولوا من دار لدار. اخر مره صافي مني ما تفاهمناش، قلت له كل واحد يدوز من طريق، ولا هو باغي يلفق لي شي تهمه. واحد النهار خرجت من خدمتي، كان ديك الساعه تنخدموا الصباح والعشيه، تلقى لي جيت الخدمه، هاز الولد في يدو ضربني براس، جري من يعقوب المنصور حتى جايين على رجلينا. ومني كيدخلوا الناس حيت الولد كيغوت هو جاي كيضربني، ملي كيدخلوا الناس كيوريهم ديك لانسين تيقول لهم راه بوليسي، تيمشيو الناس فحالهم. جايين حتى الكاتريام قال لهم دخلوا هذه راه كدير الفساد. قالوا لي لقي فين لقيتيها؟ ملي نسولوا لقاو بان السيد انا خارجه من خدمتي وهو باغي يلفق لي تهمه. قالوا له سير تقلى في ولدك. خرجنا مشيت لعند اختي بنت عندها في ديور الجامع، مشى هو فين كايرين في يعقوب منصور. لغد ليه مشيت انا واختي نجيب الحوايج ديالي، جا ضربني انا واختي، درنا سيرتيفيكات بجوج دفعناهم نيت هذاك الملف اللي دايرهم شويه، ومشيت هزيت حوايجي من هذيك الدار اللي هزيت منها حوايجي، هي اللي استعمل العنوان ديالها في 2008. ما تزوجناش بزاف، تقريبا شي عامين ولا عامين وزياده. المهم طلقنا، مشيت معاه نطلقوا حبيا باش نتفاكوا. درنا الدري بعدا قبل ما نطلقوا جرني من يعقوب منصور، قلت لك تلعب واحد لغد ليه مشى لغد ليه. مشيت انا هزيت حوايجي رحلت من تماك. هذا العنوان اللي رحلت منه في ديك الوقيته قبل من 98 هو اللي استعملوه في 2008 باش يربح الحكم، وصدر حكم غيابي طبقت فيه مسطره القيم، رغم ان كان عندي انا محامي في الهيئه ودير في المقال الاستئنافي دير والجاع الى محل مخابره الاستاذ كذا، وما بلغوش ملي جا داك الحكم. المهم من هذا الشيء كله تفارقنا، مشيت انا سكنت انا والولد، درنا 10000 ريال مره تعطى مره ما تعطيش. طلقنا من 98 كثرت عليا المصاريف ودريت اقرا مدرسه حره. في 2007 در خدمه في الجماعه، كنت ديك الساعه فاش تزوجنا كنت عائن عاش الجماعه ديال الرباط. منين مشيت درت محامي في 2007 باش على المصاريف، عطاوني نبدا ناخذ 24000 ريال. جا هذا اللي تيقول ما عارفش العنوان في 2008 واستعمل داك العنوان القديم ديال قبل من 98 ويسولوا المحامي وغايقول واش كاينه ولا ما كاين. جا لعند اختي دق عليها في الدار قال لها عيطي على اختك، حيت انا كنت كاريه اختي ساكنه مع راجلها ولادها، قال لها عيطي ليها انا غنمشي عند محامي نخلص لها داك الشيء كتسالني. منين جا عيطت ليا مشينا لعند المحامي، قال له غتعطيني واحد المهله غنجيب لك الفلوس. مشى هو يغبر، ملي تعطل مشيت انا عند المحامي قلت له راه سمعت انه غادي يخرج حيت تيخرجوا، قلت له راه غادي يخرج، قال لي انا غادي ندير ليه محضر امتناع واهمال اسره. دار لي هذاك، مشى داك الملف بقى في المحكمه الشرعيه، مشى هو خرج ما عقلتش واش عام ولا اكثر اللي بقى. منين نجا حط لي شويه ديال الفلوس في البنكه، مشيت عند المحامي قلت له راه رجع راه حط لي، قال لي المحامي اعطاني الاذن قال لي جيبي النسخه التي ضمت الى ملف اهمال اسره. هذيك النسخه التي ضمت هي اللي دار بها هو الحكم غيابي في 2008 وما خبرنيش. منين جبتها قلت للمحامي غادي دير الطعن، قال لي انا غندير الطعن. بقى تيماطل عليا المحامي تيماطل، دازت الايام هو تيعطيني ديك 16000 ريال ملي هبطوا لي داك المده، بقى داك الملف عند المحامي. في 2011 مشيت درت انا طلب ديال هذا والاقتطاع من المنبع باش تكون عندي داك الشيء متابع، لان الدري راه عنده مصاريف. ملي عطاوني الحكم مشيت ديتو المفوض قضائي باش يبلغ الخازن، فوض قضائي في الاخر ولا تيقول لي النسخه تودرات، الخازن تيقول لي النسخه ما توصلتش بها. درت شكايه السيد وكيل الملك، قبل ما ندير شكايه للسيد وكيل الملك لقيته هو داير دعوه في استعجالي، ملي بقيت نبحت داير دعوه في استعجالي باش يغير داك الحكم ديال الشرعيه. قال لهم داك حبسوا داك الحجز وطلب داروا ليه المحاسبه على 2011. انا قلت لهم الا كانت المحاسبه نتحاسبوا على 98، من 98 لان باقي داك الحكم الاخر عند المحامي ما فضيناه. منين دار المحاسبه من 2011 قالوا لي دايز عندك 50000 ريال ديال 2011، رديتها ليه، رجعت على اساس نرجع للمحكمه ندير المحاسبه من 98، لقاه هو داك الشيء ما مسلكوش، مشى دار تنازل. خرج لي الحكم الاول فيه المحاسبه على 2011، الحكم الثاني فيه الاشهاد على التنازل. ومنين ما لقيتش النسخه بقاو تيقولوا لي تودرات، مشيت درت شكايه السيد وكيل الملك محكمه ابتدائيه، عطى الامر ديالو عاد بانت النسخه
بدا الاقتطاع، وهو في ديك الوقيته اللي دار التنازل قال لي صافي داك الشيء غادي يبقى الاقتطاع حتى تحبسي دوك الفلوس اللي كنتي كتسالينا من قبل وعاد نحبسوه. مشيت ما بقاش كيسول على الدري، داز واحد الوقت الولد خدم عيط ليه لان كان عندنا ولد واش فيه، انا كان عيط له شحال من مره وما كيبغيش يجي عنده. الا بغى يدير لي شي مشكل في الخدمه، راه داريه مشاكل في الخدمه، راه باقا تنعاني منها لدروك، وجا عندي فين كنسكن دار لي مشاكل، راه حتى هي عندي عليها ما يفيد. هذا من جهه، ومنين منين قلت له راه الولد خدم، وكان الولد عنده واحد الخطا في في في, في, في نسخه، طلبوا لي نسخه كامله ملي يلا بدا يقرا، حيت كان واحد الشابو فوق الامر ما طالعش في السجل، قالوا يجيب نسخه كامله، ما بغاش يعطيها ليا، ما بغاش يعطيها ليا. في 2008 فاش قلت للمحامي قول له جيب نسخه كامله، جاب واحد الشهاده السكنه مزوره باش هو راه مزيود في السله، وجاب شهاده السكنه مزيود في واتساب باش انا نبقى ما نجيبش ما نعرف نجيب دوك النسخه لا من السله لا من واتساب. ملي الدري خدم قلت له راه الدري خدم، اجي نحبسوا داك الاقتطاع. دار مشى دار للدري دعوه في خدمته، ما عمره ما شاف، ارسل ليه بواحد المحاميه جات من كازا، رسلت ليه في خدمته بلغ الى علمي ان ابنه اشتغل يرد لي دوك الفلوس من نهار خدم. انا ملي داك الشيء دابا هما ملي لقاو بان القضيه راه فيها انا اللي، حيت الولد ما بينه وبينه حتى علاقه، ما امر دعاه ما والو. ملي المحكمه شافت داك الشيء جات الدعوه رجعت للرباط، ملي رجعت الدعوه للرباط سبعات الجلسات ما تيبلغنيش، هو كان كيتسنى يحكموا غيابي من الاخر، لان القضاة ما حكموش ضروري خصهم يخبروني. منين مشيت حضرت درت محاميه، قالت لهم يديروا المحاسبه، قدمت لها الوثائق من 98 وهو مقدم تنازل وهذيك الاقتطاعات اللي دازت عندها يديروا المحاسبه، ولا كيسال شي حاجه تعطيها لي. المحكمه عطاتنا عدم اختصاص الناس اللي يوقفوا معايا باش يمشي هذا الملف ياخذ المجرى ديالو ونفكوا هذا الصداع بيني وبينه. تنطلب من السي الحموشي من سيدنا الله ينصره، من المسؤولين اللي في القضاء اللي كل شيء، انا ما كندخلش في القضاء ما كنفهمش فيه، الناس اللي فاهمين يلقاو لي حل مع هذا السيد.